لو الحكاية فيها إن فيتو الرئاسي. وكان الهدف من دخول هذه الانتخابات، اعتبرنا أن دخول الانتخابات لتقديم وجوه ورموز نحن نفخر بها، واجب وطني وحق أصيل لهذا الوطن على أبنائه، وبناء عليه استمرنا في هذه الانتخابات وتقدمنا بقيمتين، وبنصر أن احنا نكمل في قيمة الصعيد بإذن الله تعالى، وننافس وننافس بشرف وقوة. عايز أقول لا يحرك هذا النداء ولا هذا الائتلاف إلا محرك واحد فقط، وهو حب هذا الوطن. لا يوجد أي مصالح ولا يوجد أي أهداف لهذا الائتلاف إلا مصلحة هذا الوطن. لم يكن هناك معايير خاصة ولا تغبيطات من تحت الترابيزة ولا تلقي أموال. نحن نملك أيادي نظيفة، ونقدم زملائي اللي موجودين في القائمة، لأنا أفخر بيهم وكنت أتمنى أن أكون واحد منهم.